هنروح لحالة الطقس النهاردة. يشهد اليوم الأربعاء انخفاض في الحرارة ليسود طقس حار في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب في الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هنروح مع حضراتكم لاستعراض درجة الحرارة النهاردة في عدد من المحافظات.